مختلف. طيب طيب هذا ممنوع، هذا ممنوع استخدامه، هذا اكس احمر، هذا نو. الحين بايدينا هذا ما اخذ الحزمه، انا قالت انا اشحن واخذ الحزمه، لكن ان شاء الله اشحن قريب. طيب ننطلق ننطلق ننطلق، نحاول نسبق الاعداء. اقول لك بغيت اروح هناك لا عشان الاعداء ما يغلبونا. ها لا. الله يلعن. لا 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 يا رجال الشاحن طفى. خلوني اقعد، خلوني اقعد باطمئنان، خلوني اقعد باطمئنان يا اشرار. انا محمي، انا بخير، انا لا شك. تعال في عدو، تعال تعال والله لو اوريك. يا يا بنات والله من بس الصحراء والله لا هذا ذاك. يلا يا ولد يا ولد بنات كله بنات. الملابس مو زين. انقتلنا. يعجبكم كذا؟ يعجبكم؟ طبعا ما يعجب يعني تنقروا. طيب نفر الصحراء يا رب. الحمد لله. ايش هذا؟ سماها ايش هذا؟ والله ما ادري ايش هذا، والله ما ادري عنه. خلونا نجرب في هذا الجيم. خلاص غيرت رايي، خلونا هذا ما يحتاج، ناخذ جديد. والله ما كنت ادري عن جيش، اقسم بالله ما ادري. دخلت وقلت ايش هذا السلاح. طيب يا بنت العراس بالهنا والشفاء، اقصد من هنا والسم. هاي انت دخلتيني يا قدره، جيت جيت عندك العذاب جاء. ان شاء الله ما يقتلوه. اقتله انا، ابي ابي ارمي همي فيها. هاي السلام عليكم، شكرا شكرا على الصح، ما قصرتي، اعطيتيني ذبيحه كامله. طبعا زي ما قلت لكم ما بستخدم السلاح هذا، السلاح بنخرج المنديل عشان ما اخذ سلاح. طيب جايبين هذا الجديد. طيب خلنا ناخذ انا قلت ممنوع استخدم حاجه، انا قلت ممنوع استخدم حاجه. خلي خلي كل شيء ممنوع تستخدم، ممنوع. إذا أنا ما أحب يعني أتلا متابعين، لكن أقول لك ممنوع. خذ ورا بالعافية بالعافية عليك. أنا وش لا. طيب انطلق انطلق، خلي أشوف بنت تطلع لي كذا، أشوف بس بنت تطلع لي. أفا والله صفت عشرة. يا ليتني ما غيرت رأي، يا ليتني قلت ما غيرت رأي. طيب هلا أنت ملاكمة ملاكمة يا 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 واو 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 ملاكمة ملاكمة عراس عراس. والله اني ما شاء الله دي. لا 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 مو انتي بنتي، لا هذا ولد، انا ما كنت ادري في ولد. اقتلوها اقتلوها تعالوا. لا 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 اخذ سلاحي المعفن. طيب 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 هذه هذه انطلق اذبح اذبح اذبحه. طيب هذا ما نعرفه الصحراء. طيب اقتله. طيب اقتله اقتله. ها اقتله. هذه نوبة. يلا اربعة كم واثنين واحد. يلا مستحيل الفوز كان مع شوتجن سنايبر يجلدهم. ها وين حط هذه؟ وين حط فسوى منطقي؟ طيب يلا هذا معولك، اذبح اذبح المعفنة. والله كفو اخذ الشاشة. يلا اتصرف الرشاش. هلا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، اني كيف كيف تعال كذا شوتجن. طيب انا زي ما قلت لكم شيء السلاح هذا ناخذه 180 بصاصة من غير بدي اخذ راس. لا هذه هذه يمديني هذه يمديني هذه كمان
بعد فطر عندي ذبيحة. تعالوا تعالوا حياكم الله حياكم الله. إذا في قهوة هنا في قهوة هنا في ذبيحة. طيب أخذوها كلها صرفوها. طب بنصير زي إيش؟ زي نينجا زي نينجا. نشوف وين عمري. أوه الغباء اللي فيا ليه طيب ليه أنا غبي هذه الدرجة ليه؟ والله هذه ملة خمسين. هذا النوب يلا يا نوب وراك واحد مع شوتجن. طيب يلا روح غلبهم. هذه لسه غلط. طيب ماتت هاي شوف ماتت. طيب اقتل يلا. حاول تقفز تجري ما تنقل هاي. طيب اوه شوف الحركة اللي تكهر يجي ياخذ غروض ياخذ غنائم. طيب مين نقطة المباراة؟ لا ما ينفع وانا كذا ما ينفع مكتوب في الايدي. لا استطيع وانا مكتوب في الايدي لا استطيع حقا. انا انقهر. حياكم الله هذه ذبيحة. تعالوا هنا في قهوة وذبيحة وفي اخر عصير سنتوب. في حدا بس سنتوب يا جماعة هنا. خلونا نشر ما لا يمكن تثبيت كان هنا سنتوب. ما حد اخذ سنتوب شكله شبعوا والله لو يا بنات شي معفنات ومعكم ولد. هلا انتي معكم. خلوني بس اطرحكم. هلا انتي يا ادي شكلها نوبه ليش ما تعرفي ايام ننطلق. انتي يا معفنة كتناها. انت معفنة طلق الراس طلق فوق. تري والله احس اني قاعد العب فورتنايت. خلونا ان شاء الله يبقى في الفخ. انا امن. لا خلونا نلعب ذخيرة. خوينا مات. خذ لك الحين بقي انا اتصرف. ما لا ادري ماذا افعل. طيح. لا 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 هي قنبلة. اوف والله يا جماعة استمتعت اطلق فوق اطلق عليه واطلق تحت والله استمتعت. معناه خسرنا في الجيم لكن المهم استمتعت مريحت في الجيم. ابوي يقول لي انت ما عليك العب في الجيم استمتع. الحمد لله شوف كيف انا استمتع مو لازم تفوز. ان شاء الله ما قطعت لكم لا تنسون اللايك والاشتراك والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. عيون الناس يا متابعين ودي اوريكم كليب. خلصت المباراة خلصت اي نسيت اذكركم بالحدث. اوريكم الحدث اللي احلى متابعين امير. طيب مو وقت يا امير لحظة هنا الحدث هنا الحين شاهد البث المباراة النهائي في 30 مايو بخصوص الجوائز. راح تحصل على فرصة اختيار واحدة من هذه السيارات عندما نصل إلى 80,000 مشاهد بالوقت ذاته. يعني أول إذا المقطع وصل 80,000 تدخل في طريقة شخصية. أنا شو بكتب عليكم ما أدري الحدث كم شهر إذا جاء أعرفه. طبعا زي ما تشوفون كريستيانو وألوك مو موجودين غير شخصيات أقوياء شخصيات حتى كي ذا. المهم إذا جاء الحدث باخذ هاي تو عشان أخلص برنامج صح حق الوقت والجمع مرة يا جماعة ما هي كليب. وان شاء الله ما تنسون تضغطون اللايك والاشتراك والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. والى اللقاء.